عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، حيث تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون عملا بالتوصية التي انتهت إليها اللجنة في هذا الخصوص. ووافق المجلس على التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المادة 64 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في حضور سعادة السيدة سميرة بنت إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام. واصل مجلس الشورى في جلسته 27 مناقشاته التي بدأها الجلسة الماضية حول تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي. مو بعيب لما يكون في حاجة ان احنا نطور من اجراءاتنا الادارية، نطور من تبادلنا للمعلومات، وكل وزير، واحنا نعرف كل وزارة خدماتية يشكر الوزير القائم عليها، ولكن ينبغي ان يتذكر دائما ان هذا واجب عليه. واجب عليه بحكم تولي هذه الوزارة. الاخطاء موجودة، ولكن لا يعني ان هي توجه لوزارات معينة، لا، هي توجه بحكم طبيعة هذه الوزارات الخدماتية. مجلس الوزراء وعلى رأسه صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء تطالعنا الصحف بتوجيهاته وتصريحاته التي ما فتأ أن تهتم بصالح المواطن البحريني. هذه التصريحات والتوجيهات لا نرى ترجمة لها على أرض الواقع من قبل أعضاء الحكومة. وبعد مناقشات طويلة وساخنة توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب على تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتصبح المساعدة الاجتماعية 70 دينارا للفرد و120 دينارا للأسرة المكونة من فردين و25 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك. لو تمسكنا سلمك الله برأي المشروع الذي جاء من الحكومة رايح يفرق كم؟ إلى يوم التطبيق 3 شهور، لو عطوا الزيادة بعد ذلك بأثر رجعي 3 شهور هل يضر؟ أنا أشعر بأن هناك موقف قوي من الأخت الوزيرة ضد هذا التوجه بتحسين دخل هذه الفئة بحجة أن احنا عندنا دراسة سوف ندفع أكثر. عندما تجلس الدراسة وتأتي الحكومة بقرارها هاتوا لنا قانون جديد معدل وارفعوا فيه نصيب الناس. أنا ما أحب يعني قضية دغدغة المشاعر وإلى آخره، وما نحب الفقراء وما نعمل للفقراء ولا ندريبهم إلى آخره. وأظن سعادة الأخ جمال فخرو أن إن شاء الله أنت مخطئ وأنا معاكم في كل شيء ما هو فيه إضافة للناس اللي يستلمون المساعدات الاجتماعية. وأنا كل اللي قلته، وأظن لو ركزتوا معي كل اللي قلته، كنت أود أن المساعدة تكون أكثر، كنت أود أن هي تكون أكثر للمواطن. وبهذا التوافق تكون لجنة الخدمات قد تخلت عن تقريرها الخاص بمشروع القانون وتمسكت بنص القانون كما ورد من الحكومة. وبالرغم من حدة المناقشات في جلسة اليوم، إلا أن الهدف الأساسي لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يبقى تقديم الدعم للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود بغرض النهوض بمستواها المعيشي وتحقيق العيش الكريم. سارة البدري لمركز الأخبار.